مشاهدينا أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في هذا البث المباشر لغرفة الأخبار التي نوفيكم بها من قناة البلاد. والبداية مشاهدينا بموعدنا الإخباري. إذن بداية، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة على المناطق الداخلية للوطن وصولا حتى شمال الصحراء، وهذا بداية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل، أين ستفوق كمية الأمطار المحتمل تساقطها 20 مليمتر محليا. وأضاف التنبيه أن الولايات المعنية هي كل من النعامة، ميلا، قسنطينة، جلمة، البيض، باتنا، أم البواقي، سوق أهراس، بسة، المدية، تسمسيلة، تيارة، الجلفة والأغوطة. تسبب انفجار بمزرعة سيحسان التي تسكنها حوالي 9 عائلات بسيدي بلعباس في انهيار كلي لمسكن تقطنه عائلتين، إضافة إلى تضرر 8 أفراد من سكان المزرعة، 4 منهم أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة، تم نقلهم جميعا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى عبد القادر حساني من قبل الحماية المدنية. ويعود سبب الانفجار حسب الضحايا إلى تسرب الغاز بعدما لم يتحمل المقاومة والمسؤولية في إنجاز الأشغال. عبر سكان البرين بولاية الجلفة عن فرحتهم بعد إخلاء سبيل أبنائهم من قبل السلطات التونسية، حيث كان قد حكم عليهم بستة أشهر حبس نافذا بعدما توبعوا بسبب خلاف مع رجال شرطة تونسيين. المراسلة لسالم خضر. الحمد لله يا ربي، اليوم استبشرنا خير تاع الاولاد، هذا مولداتنا بفضل الله وبفضل مساندة الشعب الجزائري برمته. بعد معاناة أكثر من مدة شهر كنا نرافقوا فيهم أثناء الأزمة، قلنا اليوم ثاني يجوا نفرحوا معهم بعد قرار إفراج اللي تم اليوم محكمة سوسة. في الحقيقة من هذا الباب أولا نهنيهم ومباركهم على كل حال. بعد هذا السوء التفاهم اللي قلت يقصقع في تونس، الحمد لله تم العملية، شافت النور، تم الإفراج النهائي على أبنائنا. رانا فرحين جوتونا وليداتنا، صحتونا دنيعاتنا، لحيتونا حورتنا، الله بعد بليكم، الله يحفظكم. وفي حادثة غريبة تعد الأولى من نوعها، شهدت مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية رزيق البشير ببوسعادة عملية تسليم جثة مسن إلى إحدى العائلات بالخطأ، التي بدورها قامت بمراسيم دفن الضحية، فيما عرفت عائلة الضحية الثانية حالة من الهلع بعد عدم وجود جثة والدهم بالمصلحة، مما ثار حفيظة الأهالي التي كانت بصدد تحضير مراسم الدفن. المراسل ياسين نجاسة. مدوا جينا على 12 بنتو ندفنوه، قال لك مدينا على 10 مدينا الاخرين داو دفنوه. خير وميت واحد اخر دفن في بلاصه، خير وميت واحد اخر في بلاصه. هذا دكتور هذا السبيطار كيفاه يجي لي يجبد، هذا يشبه البويكه، راه دير ما كاين لا وثائق لا والو، هذه على بالك في حروب ما صراتش. رحنا للمستشفى باه نهزو بينا ندفنوه، كي لحقنا فتحنا الهرمون تاع الفريجيدير خزرنا لقينا خاطي، سيد هذاك اسمر وهذاك ابيض، واللي احنا قلنا عيطنا للجماعة قلنا لهم يا ودي هذه ما كاش من هذا، مش باينه هذا، قالك لا لا، قالك هذا بايكم. خزرنا عيط الخاوت، قالك يا ودي هذا خاطي كاع، هذا مش باينه كاع. انا اللوم على اهل الميت اللي هزوه، كيفاه بايه ما عرفوش. نعطيهم 50% الناس اللي داوه دفنوه ربي يهديهم، واللوم 50% للمستشفى تاع بوسعادة. وهذو اللي راحوا دفنوه وماليه كيفاش شافوه ما شافوهش طول دفنوه، بعد شويه هكذا عيطنا للموالين الميت الاخر، جاو قالوا لنا يا ودي رانا تفنا على 10 وراهم هكذا. احنا ثم ما كنا اصلا مرتبكين كامل ما لقيناهاش، قلنا يا ودي كيفاه ميت يدوه، احنا شكينا في امور واحده اخرى كامل. بعد ذاك لقينا الاهل الميت اللي قلطوا وقلنا لهم يا ودي كيفاه غلطتوا انتم في الميت، قالنا يا ودي راه عنده تشابه 99%. ما عليه تشابه 99%، راه فيها نميرو، راه فيها نورمالمون مستقبلين يعرفوا خدمتهم. قعدنا 5 سوايع احنا نستناو، قلنا اخونا دور نشوفوا الميت تاعنا
قالنا شو كاين واحد الطريقه واحده باللي تروح تشوف الميت تاعكم اللي مدفون، ما كانش حل واحد اخر، هو مات الله يرحمه ودفنوه جماعه هذوك والله قالب. إلى ولاية سيدي بلعباس، أين انتشرت إشاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها وجود مجهول يختطف الأطفال، الأمر الذي فندته مصالح أمن الولاية مؤكدة تصديرها لمخطط أمني لحماية التلاميذ أمام المدارس. مراسلنا رضوان زين استقصى الأمر وعاد لنا بالتقرير التالي. هي مجرد إشاعة انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها وجود شخص يرتدي جلبابا يختطف الأطفال من أمام المدارس بولاية سيدي بلعباس، إلا أنها كانت كافية لخلق حالة هلع لدى التلاميذ وأوليائهم. يخص المسألة تحت الإشاعة اللي راها دارت البوز في الفيسبوك تاع فيما يخص هذا المدعو هذا فرماجة، راه يدور في بلعباس، ولو أن زعما في بلعباس مازال ما سمعناش عن كاش يعني هكا تجرأ واعتدى على كاش شخص ولا، ولهذا حنا رانا ناخذوا الاحتياطات نتاعنا، الاحتياطات تاعنا الشهية ولادنا ندوهم حنا ونجيبوهم حنا. كاع نهضروا عليه في مدرستنا على هذا اللي سموه فرماجة، ونزين لي بابا يديني ويجيبني ولا بوليس رجال الامن يحمونا. من جهتها سطرت مصالح امن سيدي بلعباس مخططا امنيا يتمثل في زرع مختلف الاعوان عبر نقاط الولاية في محيط المؤسسات التعليمية، اضافة الى تنظيم حركة المرور في الطرقات التي تقع في محيط المدارس لضمان أمن وسلامة التلاميذ. أما بخصوص بعض الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي مفادها أن هناك شخص يرتدي زيا نسائيا يقوم بالاعتداء على الأطفال، نحن نطمئن أولياء التلاميذ أن مصالحنا لم تسجل ولا قضية من هذا الخصوص، كما أنها متواجدة بكامل أو بكامل محيطات المدارس والمؤسسات التربوية من أجل تأمين التلاميذ. هذا تطمئن مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس أولياء التلاميذ بأن مصالحنا متواجدة 24 ساعة على 24 ساعة بمحيط المؤسسات التربوية من أجل تأمين التلاميذ. السارق صاحب الجلباب، وإن كان الأمر إشاعة إلا أن الأولياء مجبرون اليوم على مرافقة أبنائهم إلى المدارس وانتظارهم إلى غاية نهاية مقاعد الدرس. أملا في تحسين الظروف المهنية والأمنية للصيادلة، عقدت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ندوة حول المؤثرات العقلية بفندق الأوراسي وتحت إشراف وزير الصحة، ومن بين الإجراءات التي ناقشها الحضور التعجيل بتحيين القانون 1804 الذي ينظم هذا النوع من الأدوية الحساسة وحماية الصيدلاني من تهديد المرضى والمدمنين في حال رفضهم بيع هذه الأدوية. التغطية كانت لزميلة حورية حمداوي. الصعوبات التي يعاني منها الصيادلة بصفة يومية، خاصة ما تعلق بأدوية المؤثرات العقلية والتي يمنع بيعها بدون وصفة طبية، وما ينجر عنها من عواقب قانونية ومتابعات قضائية. انشغالات طرحها الصيادلة في ندوة حول المؤثرات العقلية. الدكري هذا اللي رح يخرج من وزارة الصحة اللي رح ينظم لا ديسبونساسيون تاع لي ميديكامون بسيكوتروب، ينظمهم بصفه نهائيه باش ما تبقاش المسؤوليه الا على الصيدلي. مستوى الصيدليه خطوره باش نمدوا هاد الادويه. عندنا هاد ما يسمى بهذو لي ديلينكون اللي يديروا لا توكسيكوماني، عندنا مشاكل كبار معهم. لما يدخل واحد ان ديلينكون، وعلى بالكم كاين صرا اجرام اللي قتلوهم في الصيدلية. الندوة التي شاركت فيها عدة وزارات وصية تركزت بالأساس إلى تعديل قانون 0418 الذي يجرم الصيدلاني في حين هو يقوم بصرف الدواء وفق وصفة طبية. التعديل من شأنه رفع الكثير من الملابسات القانونية. إذا كنت تعطيني صلاحيات وفي نفس الوقت كريميناليزي لاكت فارماسيتيك، تناقض، كاين تناقض. القانون اللي راح يخرج في الدكري الوصفة تكون مؤطرة، واش فيها؟ فيها ثلث أوراق، ثلث ألوان، وحدة بيضة وحدة صفراء وحدة روز. وحدة روز تقعد عند الطبيب،
الصفرة والبيضة يديهم المريض، وحدة يعطيها للصيدلي وحدة تقعد عنده باش يجستيفيه هو. مشاكل بالجملة يعاني منها الصيادلة بسبب الفراغ القانوني في صرف المؤثرات العقلية، منها الاعتداءات التي وصلت إلى حد القتل، إلى جانب سجن عديد منهم وتجريمهم بسبب بيع هذه الأدوية. تمكنت مصالح الأمن الوطني دائرة الشراقة من توقيف شبكة إجرامية وطنية تتكون من 8 أشخاص مختصة في سرقة المركبات وتفكيكها، كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع 3 مركبات بالإضافة إلى كمية مختبرة من قطع غيار السيارات. التغطية لنسرين ساخ. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة الشرطة القضائية بالمقاطعة الإدارية شراقة من تفكيك شبكة إجرامية وطنية تحترف سرقة السيارات وتفكيكها لقطع غيار متكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم من بين 24 إلى 45 سنة، حيث بعد عدة عمليات شرطية تحت الإشراف الدائم والمستمر لسيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم استرجاع 3 مركبات بالإضافة إلى كمية معتبرة من قطع غيار السيارات، كذا أجهزة إلكترونية حساسة تستعمل في اقتراف السرقات، حيث تقدر القيمة المالية للمحجوزات بأكثر من 2 مليار سنتيم. تم إنجاز ملف إجراء قضائي عن قضية الحل سيتم تقديم بموجبه أطراف الشبكة أمام النيابة المختصة إقليميا. تشرع اليوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في استقبال الراغبين للترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل لسحب استمارات التوقيعات، وذلك بمقرها الوطني الكائن بشارع الدكتور سعدان بالعاصمة. وتجدر والإشارة إلى أن استمارات الترشح قد تم تحويلها من مقر وزارة الداخلية إلى مقر سلطة الانتخابات. أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن الشروط القانونية والمؤسساتية والإجرائية لانتخاب رئيس الجمهورية باتت متوفرة اليوم، وذلك في بيان له تعليقا على قرار رئيس الدولة بن صالح استدعاء الهيئة الناخبة. وأضاف بن فليس أنه رغم وجود بعض النقائص التي ليس لها تأثير، فإن شروط الانتخابات تستجيب لمعايير مقبولة لإجراء اقتراع رئاسي. عين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي عضو المكتب السياسي علي الصديقي نائبا له ليتولى إدارة شؤون الحزب مؤقتا. القرار الذي اتخذ خلال اجتماع للمكتب السياسي اليوم تم بموجبه إسناد مهمة نائب الأمين العام للقيادي علي الصديقي باختيار من محمد جميعي إثر رفع الحصانة البرلمانية عنه وإحالته على القضاء. وحسب مصادر فإن هناك ضغوطات كبيرة داخل اللجنة المركزية من أجل تحرك هياكل الحزب بإجبار جميعي على الانسحاب كليا من الحزب بسبب متابعته قضائيا وخشية توسع رقعة الرفض الشعبي للحزب عشية الاستحقاقات الرئاسية. الأمين العام للحزب الذي قدم لنا يعني عرضا معمقا بوضعيته وبقراره التخلي طوعا عن الحصانة البرلمانية، حيث قام المكتب السياسي بالتمسك بالشرعية السياسية للقيادة تاع الحزب التي انبثقت عن انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وبحضور وسائل الإعلام في دورة علنية للجنة المركزية. لكن الأخ الأمين العام طلب يعني فترة من الراحة، تم الموافقة عليها وتم يعني تفهم رغبة الأمين العام في هذه المرحلة الحالية. بالمقابل تم أيضا تكليف أحد أعضاء المكتب السياسي هو الأخ علي الصديقي بتسيير شؤون الحزب بالنيابة إلى غاية انتهاء العارض المؤقت للأخ الأمين العام. سجلت أسعار النفط انتعاشة قوية بعد الهجوم الذي تعرضت له عدة مواقع تابعة لشركة أرامكو السعودية. هذا الارتفاع ستستثمر فيه العديد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومن بينها الجزائر، لكن الخبراء في المجال يعتقدون أن هذا الارتفاع لحظي قد تهوي بعده أسعار الذهب الأسود
إلى مستويات دنيا. لذلك على الدولة الجزائرية أن تستغل هذا الظرف بأنجع الطرق الممكنة. التقرير على الدين مديني. مصائب قوم عند قوم فوائد، هو ما حصل بالضبط بعد تعرض الشركة السعودية العملاقة أرامكو إلى هجوم صاروخي أثر على سعر البرميل في السوق الدولية، حيث ارتفع إلى حاجز $80، وضع سيؤثر حتما على الاقتصاد الجزائري إيجابا. لكن هل سيستمر هذا التأثير بنفس الوتيرة الإيجابية؟ الآن لما تأتي هذه الأحداث العنيفة على محطة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، وأعتقد أنه هناك العديد من السيناريوهات، لكن دعنا نقول بأنه في كل الحالات بالنسبة للاقتصاد الجزائري أنه أكيد أنه ارتفاعات البارحة، لأنه لما ترتفع أسعار برميل النفط يعني في عقب الأحداث مباشرة بنسبة 20%، وهو ما لم نشهده منذ 28 سنة، بالنسبة للمنتجين سوف تكون لها أثار لحظية وأثار على المدى المنظور إيجابية، خاصة أنها سوف ترفع من مداخيل واردات كل منتجين بما فيهم الجزائر. في هذه الحالة يجب على الحكومة تصدير استراتيجية ناجعة للاستفادة القصوى من هذا الوضع الخاص، من خلال وضع سعر مرجعي لبرميل البترول يكون واقعيا ويخدم الموازنة السنوية. يقول خبراء: أما دخلنا في المتوسط المطلوب يعني في بين 65 و70 دولار لبرميل، وأعتقد أن هذا على المدى المنظور حقيقة سوف يعطي انتعاشة ومقدرة على بناء ميزانية على ضوء أرقام واقعية، وأن كذلك أن تتمكن الجزائر حقيقة من ردم الهوة، خاصة على مستوى موازنة التجارة الخارجية التي ما زالت تستنفذ الكثير من عائداتنا من المحروقات. تضطرب سوق النفط العالمية وقليلا ما تستقر على حال، ذلك أنها تعتبر سلاحا استراتيجيا لدى الدول المنتجة وحلبة صراع بين الدول الكبرى. آخر حلقات هذا الصراع ما حصل للشركة السعودية، ظرف دولي يجب أن يتم الاستثمار فيه من قبل الدولة الجزائرية بأقصى ما يمكن لضمان أن تكون تأثيراته الإيجابية أكبر بكثير من نظيرتها السلبية على اقتصاد البلاد. تعرضت مساء أمس طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت بصدد القيام برحلة من بروكسل إلى الجزائر العاصمة لعطل تقني، وقد قامت إدارة الجوية الجزائرية بتحويل طائرة كانت بصدد القيام برحلة من باريس نحو الجزائر إلى مطار بروكسل من أجل نقل المسافرين العالقين هناك، غير أن الطائرة التي تم تحويلها من باريس إلى بروكسل تعرضت هي الأخرى لعطل تقني بمجرد وصولها لمطار بروكسل، وكان على متن الطائرة التي تم تحويلها إلى بروكسل مسافرين ركبوا على متنها من مطار باريس ووجهتهم الجزائر العاصمة، وظل المسافرون جميعهم الذين قدموا من باريس والمتواجدين في بروكسل عالقين لساعات طويلة بمطار بروكسل في انتظار برمجة الرحلة المتأخرة. قرر القضاء الفرنسي تصفية شركة الخطوط الجوية الفرنسية إغلازيوغ بعد أن أنهكتها الديون وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية. وقالت رئيسة محكمة إيفري التجارية سونيا أرواس أنه سيتم الحفاظ على نشاط الشركة بعد وضعها تحت الرقابة القضائية إلى غاية تاريخ 27 سبتمبر الجاري. محليا، عرفت منطقة عين الدم بولاية عين الدفلة جريمة قتل شنعاء، أين أقدم شاب بالاعتداء على أخوين بواسطة خنجر، حيث أصاب الأول على مستوى الرجل وتسبب في مقتل الثاني بعد طعنه عدة طعنات، ويعود سبب الجريمة حسب المواطنين إلى خلاف حول حفرة بناء عمود إسمنتي يفصل بين الجارين. المراسل لأمل شكر. أنا ما كنتش هنا، أنا كي جيت التنفيذ في السبيطار، أنا قالوا لي غير على الآخر اللي مات حتى اصطدم معاه، واش يجي واش باغي تقول؟ واش راهي ردة الفعل واش تقول؟ الله غالب، أنا ربي بالك كتب لي ما كنتش هنا كنا نزيدوا نديروا كارثة، الله غالب. الله يهديهم، الله يهدي هذه الشبيبة، وضربونا غدرة، ولكن حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، ما عندنا ما نهضروا ما عندنا ما نقولوا. سأقول
لسه طيب كل شيء. قاع الناس يعرفوا باللي عاقل. قال لهم نخرج نقدم الطوموبيل كي خرج ضربوه ديريكت. على جال واش؟ على جال الفوطو هذيك واقف في الطريق قال لهم ما ديرش فوطو وراه يهدر اخوه الكبير راه يهدر على نيتو بالعقليه ما مش تعمل مشاكل. الناس تعرفهم قاع الليل مش تعمل مشاكل اخوه الكبير راه يهدر بالعقليه ضرب اخوه الكبير الاولى انا ما حكموش مليح ردت عليه سبته ومن بعد كي جا او كان معايا صباح اللي ضرب كان معايا صباح كي لحق لي ما امنش بلي يضربوا بالموس كي لحق عنك وهكا يضربوا من تحت كطالعوا العرق تاع الرجل اللي طالع القلب. للأسبوع الثاني على التوالي يمتنع تلاميذ ابتدائية الشهيد دحمان قليف عن الالتحاق بمقاعد الدراسة بالنظر للوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه المؤسسة التربوية. التفاصيل في هذا التقرير لهشام جراحة. دخول مدرسي متأثر هنا في ابتدائية الشهيد دحمان قلي في بلدية بغرار السعودي بأم البواقي الصور الخارجي على وشك الانهيار تشققات وتصدعات وشباك حديدي بدل الحائط الإسمنتي. الأمن غير موجود حتى حارس ما فيهاش رابع لنا الصور الصور رابع الأولاد ذوك اللي مات ربي لقتلهم لو كان مات تلميذ ولا زوج كيفاش راح نديرو حنا. هكذا تبدو دورة المياه مكان لتجميع الكراسي والطاولات فلم تكفي العزلة والبعد هؤلاء التلاميذ غير هذه الكتل الإسمنتية والتي تم تجميعها عند محيط المدرسة. يتصب النوي الأقسام نضيق تروحنا نجيو القراوي واللي نسيقوا وكيجي الريحة وكيجي الريح الحيوط يتحركوا خافوا لا يريبوا علينا وما كانش العساس باش يعسنا. التعجيل في إنجاز أشغال التهيئة الخارجية ورد الاعتبار للمدرسة دافع بسكان مشتت صفان إلى خلق مقر البلدية للمرة الثالثة على التوالي. ختاما وفي ولاية الجلفة شابان اقتحم عالم الأعمال ونجح في تجسيد حلمهما على أرض الواقع عن طريق إنشاء سوق صغيرة لبيع السيارات القديمة وأسموها بسوق السيارات أقل من 20 مليون سنتيم. هذه السوق الفريدة من نوعها أضحت تصنع الحدث في الجزائر. المزيد في سياق التقرير التالي لسالم خضيرة. يا الأخ كريم كيا 2005 ب 18 مليون. نعم كما سمعتم أسعار هذه السيارات التي ترونها لا تتجاوز 20 مليون سنتيم. فنحن هنا في سوق السيارات القديمة في الجلفة الذي أنشأه عبد القادر وقادة كما أنهما يبيعان السيارات بالتقسيط. في الأول شوف المستطاع تاع المدخول تاع الناس هنا ما كانش قليل الناس تسمى اللي يخدم عنده 20 اقل من 20 انا كنت نخدم في سيارات اللي اقل من 20 مثلا تاع 15 12 13 من بعد بشويه بشويه بدينا نطوروا في امورنا بدينا نشرب سياره بالزوج هكذا وبدينا نساعدوا في الزواوله. كاين هاد الناس اللي ما عندهمش عندنا كريدي كاين 5 ملايين كردوه كردولو عادي فوق ال 5 ملايين هذيك فوق ال 5 ملايين هذيك تولي فاسيليتي. مع مرور الوقت تطورت الفكرة وقام الشابان بتوسيع نشاطهما خصوصا بعد أن وجدا زبائن لهما من خارج الولاية يرغبون في شراء سيارات بسعر أعلى من الموجود. في هذا الفروة هذه في هذه شوية الفروة هنا في هذا راكور هنا هذا فاشور بعوض شحال هذا أخوي؟ أخوي هذه طولة 37 والبيع ب 42 من بعد بدات تتطور الامور بدات لقيت السوق يحوس على تاع 35 30 25 بدي نطلع شويه بالسوق. السوق ما شاء الله الكرار الثاني السوم موافقه الحمد لله يا ربي. هذا جينا من الجزائر ولقبنا السوق وكل شيء والسوم معقوله هي فكرة بدأت بسيطة لكنها مكنت هذين الشابين من اقتحام عالم الأعمال وأتاحت لهما فرصة منافسة الأسواق الأخرى بالقطر الوطني لولا مساحة السوق الضيقة التي يسعيان لتوسيعها بمساعدة من السلطات المحلية. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري والآن نترككم مع توقعات أحوال الطقس مع الزميلة سعدية كباب.
أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى موعد أحوال الطقس على قناة البلاد. فيما يخص الوضعية المرتقبة لنهار اليوم بحول الله، الأجواء ستبقى غائمة على المدن الشمالية للوطن، في حين الإضراب سيتواصل على المرتفعات الداخلية الشرقية كذلك الوسطى، وتكون مرفوقة بأمطار، يعني تكون أقل حدة، مرفوقة بأمطار تكون متفرقة نوعا ما، هذا مع الصبح إن شاء الله، في حين ستتحسن الأجواء بداية من الظهيرة ولكن سيكون تحسن مؤقت. أما بالنسبة للسواحل أو المدن الساحلية للوطن وصولا حتى المناطق الداخلية الغربية، سنشهد بعض الأجواء الغائمة نوعا ما ولكن ستكون بدون فعالية إن شاء الله، على عكس باقي ولايات الجنوب أن الأجواء فيها ستبقى صافية ومشمسة على العموم، إضافة إلى هبوب رياح تتعدى سرعتها 40 كيلومتر في الساعة، ستميز وسط الصحراء، تعمل على تشكل زوابع رملية ورداء في الرؤية. بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة لنهار اليوم بحول الله، ستعرف انخفاض طفيف مقارنة بالأيام الفارطة، هذا سيميز كل من المدن الساحلية للوطن وخاصة الوسطى وصولا حتى الغربية، أين لا تتعدى فيها درجات الحرارة 29 درجة، بينما سليك تعنابة وصولا حتى القالة سنسجل فيها 31 درجة، بالإضافة إلى نسبة الرطوبة التي ستبقى عالية يعني تفوق 70%، هذا سيميز كل من المدن الساحلية للوطن. بالنسبة للمدن الداخلية تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة، 36 ببشر 41 درجة، وتعد كأعلى مقياس نسجلها بتندوف وصولا حتى وسط الصحراء، وتتراوح ما بين 34 إلى 39 بمنطقة الواحات وصولا حتى منطقة الهجر، وتصلي بأقصى الجنوب نهار اليوم إن شاء الله درجات الحرارة فيها لا تتعدى عن 40 درجة. بالنسبة للوضعية المرتقبة ليلة اليوم إن شاء الله، ليلة اليوم بحول الله اضطراب جوي جديد سيلتحق بالمرتفعات الداخلية للوطن، ويعني بداية بالمرتفعات الداخلية الغربية وتمتد نحو الوسطى كذلك الشرقية وصولا حتى شمال الصحراء، في حين من المحتمل أن تمتد نحو السواحل الوسطى للوطن كذلك فيما يخص المدن الساحلية الوسطى، وتكون يعني مرفوقة ببعض القطرات الخفيفة، أحيانا ستكون رعدية ولكن من احتمال أن تكون أمطار متفرقة، بينما باقي ولايات الشمال سواء السواحل الغربية للوطن وصولا حتى الشرقية فالأجواء فيها ستبقى مغشاة نوعا ما ولكن بدون فعالية، ونفس الشيء سيميز الجهة الجنوبية للوطن أين الأجواء فيها ستبقى من مغشاة إلى صافية على العموم، إضافة إلى استمرار هبوب الرياح بوسط الصحراء. بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة ليلة اليوم إن شاء الله على المدن الساحلية تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة، بينما لا تتعدى عن 19 درجة، هذا سيميز المرتفعات الداخلية للوطن. بالنسبة لمنطقة الواحات سنسجل 24 درجة، 25 ببشار، 26 بتندوف، 28 وتعد كأعلى مقياس ما بين أدار وصولا حتى عين صالح، 18 إلى 27 درجة يعني تتراوح ما بين منطقة الهوغر وتاسيلي وصولا حتى أقصى الجنوب. حالة البحر لنهار اليوم إن شاء الله، البحر سيبقى هادئ على كل الشريط الساحلي، وسرعة الرياح تتراوح ما بين 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة، هذا تحت التيارات شمالية إلى شمالية شرقية بالنسبة للسواحل الغربية وصولا حتى الشرقية، ويكون تحت تيارات شمالية غربية بالنسبة للسواحل الوسطى. بالملاحة والصيد البحري وصلنا أعزائي المشاهدين إلى نهاية نشرة جوية لنهار اليوم، أترككم مع المعلومات الفلكية لغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها لنهار اليوم إن شاء الله، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. إذن مشاهدينا تحية مجددة، ونواصل معكم هذا البث المباشر لغرفة الأخبار، والآن إلى فقرة ضيف الغرفة، حيث عادت صباحات الدراسة من جديد ولا جديد تحمله يوميات التلاميذ الدراسية. تحديات تواجه العمليات التعليمية في الجزائر، أبرزها نقص الكتب المدرسية ووضعية المدارس الكارثية، الذي سيكون موضوع نقاشنا في عدد اليوم من فقرة ضيف غرفة الأخبار، رفقة ضيفنا الكريم السيد علي بنزينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ. صباحك سعيد سيد. صباح الخير أختي نزيهة. شكرا لك. إذا موضوع القديم الجديد، نقص الكتب المدرسية، ربما الذي يظهر مع كل بداية موسم دراسي، ربما وزارة التربية هي ملزمة بتوفير الكتاب المدرسي، ما تعليقك بخصوص هذا الموضوع؟
على كل حال نشكر قناة البلاد اللي دائما يعني كانت معنا في المواضيع اللي تهم الأبناء نتاعنا وتهم المدرسة الجزائرية. والله هي للأسف ولا كابوس كابوس بالنسبة لأولياء التلاميذ. يوميا من الصباح حتى المساء هم يحوسوا على الكتب المدرسية للأبناء نتاعهم في المكتبات في وين حتى في الأسواق حتى في الأسواق يحوسوا على الكتابة، فلربما يجدون بعض الكتب اللي راها ناقصة في السوق. يقول لك الأولياء يتحملوا ثاني المسؤولية لخش ما شراوش في السابق الكتب. ولكن كي ما شراوش في السابق وين كانوا الكتب؟ وراهم الكتب هذو اللي كانوا في السابق. يعني معناتها باللي هنا سواء على مستوى المؤسسة التربوية كانت مش مزودة بالكتب المدرسية، وهنا يتحمل المسؤولية الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية اللي هو يقوم بطباعة وتوزيع الكتب على مستوى المؤسسة التربوية. إذا كانت موجودة داخل المؤسسة معناتها يتحمل المسؤولية المدير تاع المؤسسة مع المقتصد اللي ما قاموش بالدور تاعهم. احنا كمنظمة في 2 سبتمبر كنا حضرنا الاجتماع تاع وزارة التربية اللي قام به وزير التربية مع الشركاء الاجتماعيين ومدراء التربية اللي هي الندوة الوطنية للتربية لتحضير او وضع اللمسات الاخيرة على الدخول المدرسي 2019-2020. احنا بعد ما شفنا التوصيات تاع الوزير المدراء التربية وكيفاش يتعاملوا مع المشاكل الموجودة على مستوى القطاع، لخاطرش كاين قنابل كانت موقوتة في اي وقت تنفجر في قطاع التربية من عهد الوزيرة السابقة. احنا كنا حاضرين في الاجتماع وين وجه تعليمات وعطى لهم تعليمات وهما قالوا بلي كل حاجة راه محضرة. حتى المدير الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية كان حاضر في الاجتماع وقال احنا العملية خدمناها على أكمل وجه. يعني كل حاجة راه في بلاستها. نتفاجئوا بعد 6 سبتمبر الكتاب المدرسي مكاش. مكاش هنا الوزارة أو الطقم المركزي على مستوى الوزارة قام بالدور تاعه. حتى العطلة تاعهم ما راحوش عطلة، يعني الطقم على مستوى المركزي حتى ما راحوش عطلة باش يحضروا الدخول المدرسي. بعد كي يجي مدير تربية في أي ولاية يعرقل الدخول المدرسي، على سبيل المثال في ولاية أم البواقي. ولاية أم البواقي نقطة بيع واحدة على مستوى دارها الديوان الوطني في مركز ثقافي في ولاية أم البواقي. أم البواقي راهي ولاية كبيرة. كيف الوالي تلميذ يجي من حدود تاع الولاية أخرى حتى المركز تاع الولاية باش يشري الكتاب المدرسي؟ هذا شيء غير منطقي. هنا كاين خلل موجود في الآخر. احنا كي نشوفوا اسعار مقننه تاع الكتاب المدرسي وفي بعض المناطق يزيدوا مثلا رفعت التسعيره هذيك، رفعت التسعيره ب 20% ولا 25% كما صرا حدث في ولايه غليزان، كما حدث في ولايه البليده في بلديه السمعه في ابتدائيه وين المدير زاد يعني ان بري تاع 20% ولا 25% في الكتاب. اليست هناك مراقبه على مدراء؟ هاني جايك على مستوى حتى الكتاب المدرسي اللي كانت في السنوات الماضية الدولة تساعد به المحتاجين والفقراء والمحتاجين واليتامى وأبناء القطاع، وين نلقاو الكتاب المدرسي؟ المدير يعني في نهاية السنة يعاود يريكيبيري هذوك الكتب القديمة وبداية السنة الأخرى كما صرا السنة عاودوا وزعوهم.
على الاعتقاد تحتقر في واحد يتيم ولا تعطي له كتاب قديم؟ الدوله خلصت 3,700,000 كتاب، انت كيفاش تعطي له واحد قديم وتريكيبي هذاك جديد ما ناش عارفين المصير تاعو وين يروح الجديد هذاك؟ اسكو تباع في مكتبه ولا تباع في اي مكان اخر؟ نعم ربما هذا هو اللي ساهم في ازمه الكتب المدرسيه. هاني جايك، كيفاش راح تتحاسب مع الدوله على الكتاب هذاك القديم اللي ريكيبيريتو؟ اسكو حنايا عندنا جوده في الكتاب باش نريكيبيري الكتاب المدرسي؟ كتاب المدرسي سنة كاملة هو يتعامل به الطفل التلميذ الصغير اللي يحمله من البيت إلى المدرسة في الشتاء في الصيف يتشمخ له الآخر ومن بعدك تريكيبيريه وتعطيه التلميذ آخر، هذا شيء غير منطقي، هذا شيء مرفوض تماما. كتاب النشاطات كيفاش تريكيبيري كتاب النشاطات وتقول التلميذ امحي هذاك الآخر واسم السمي اللي موجود فيه الحلول هذو كل آخر وكاع وعاود تستعمله؟ هذا شيء غير منطقي. جديد وين درتو؟ الدولة خلصت أموال، خلصت أموال على الكتاب باش توصل التلميذ للتلميذ هذاك. أنا قبل أن ندخل إلى الاستوديو عندك هنايا جاني اتصال هاتفي من بلدية المرسى، متوسطة مدير تاع مؤسسة يساوم في ولي التلميذ لاخاطش ما عندهاش باش تشري أدوات مدرسية. نعم ادالها الرقم الهاتف تاعها واتصل بها في الليل. نعم. هذا مدير تاع مدرسة التربية احنا انا وقعت ثاني في الاسبوع الماضي في قدام مدير ثانوية في بلدية بوغارة ولاية البليدة في نفس الإشكالية مع مدير. نعم. يا سبحان الله ورانا رايحين مدراء ما يعرفوش يسيروا، لازم إعادة رسكلة مدراء المؤسسات التربوية وتربيتهم وتكوينهم من عند مختصين. كيف التعامل مع الأولياء؟ كيف التعامل مع المجتمع المحيط بالمؤسسات التربوية؟ نعم. هذا هو الشيء المهم. احنا الكتاب المدرسي على بالنا لازم الديوان الوطني يكون يطبع كتاب ذات جودة. نعم. ذات سواء الورق تاع الطباعة سواء الحبر اللي يطبعوا به الكتاب باش التلميذ هذا الكتاب يشد، ماهوش كتاب محطوط في المكتبة تاع البيت يجبدوا الطفل في أي لحظة باش يقرأ به يعني في البيت وما كيعاود يرجعوا للمكان تاعه أو يتثقف به. هذا كتاب مدرسي، كتاب مدرسي يستعمل سنة واحدة فقط وليس سنتين أو 4 سنوات أو 5 سنوات. هذا الشيء احنا اللي كمنظمة وطنية لأولياء التلاميذ اللي رانا نقولوا فيه. زيد على ذلك اليتيم أو الفقير أو المحتاج وعنده 4 أطفال، كيفاش تمدوا عليك على طفل واحد؟ هو محسوب 4 نتاعو، 3,700,000 محسوبة. كيفاش أنت تمدوا على طفل واحد ولا زوج؟ هذا شكون عطالك قانون؟ شكون سلك القانون هذا؟ احنا حبينا نعرفه، احنا ما شفناش القوانين هذو، القوانين الموجوده في تاع الدوله تاعنا ما كاش هذا الاخر. كيف درت قانون تنظيمي وحدك كيما داروا مدير التربيه تاع قسنطينه وين دار تعليمه؟ راه عندنا احنا دار تعليمه حقوق الاشتراك الدخول المدرسي 250 دينار وهي حقوق الاشتراك تاع التلاميذ تاع الثانوي المتوسط 125 دينار 12,500 ربما بالرقم ولا ويساهم في كل هذه المشاكل. يعني هذو الناس هذو احنا ما فهمناش. اختنا زيها والله غير تفاجأنا، احنا كمنظمة درنا يعني لقينا تقارير على مستوى الولايات والولايات لقوا المعلومات على مستوى المؤسسة التربوية وطنيا. درنا حوالي 28 ولاية، يعني من 28 ولاية جبناها وجبنا المشاكل الموجودة اللي صارت في الدخول المدرسي. نعم. لقينا باللي والله غير تتفاجئ، رانا في فيلم رعب. سمعت مدراء التربية هما الأسباب، مدراء التربية هما ساهموا وبطريقة مباشرة ويعني احنا شفنا باللي الوزير تاع التربية، احنا ماشي باش نزكيو اي شخص، مام الوزير تاع التربية الموجود حاليا ما يخدمناش مصالح الابناء نتاعنا، يقولوا ما خدمش. اكيد ما خدمش كما كنا في السابق. أكيد. اللي قبله بصح نحطوا الواقع، سيد تعب خدم
الدخول المدرسي ما خلاش بلاصة اللي راح لها، سواء لتدشين مؤسسات جديدة، سواء لمراقبة المنشآت الجديدة اللي راح تتبنى، سواء في الافتتاح تاع الدخول المدرسي وين دار جولة للصحراء العميقة وين الغردايا وغيرها من ولاية تمراس وحدود تاعنا مع دول أخرى، وين ثم راح باش كيما يقول لك يشوف واش يحتاج التلميذ والنقائص. اعطى تعليمات تاعو، اعطى الاخر تاعو، ولكن رانا نشوفوا بلي مدراء التربيه ما على بالهمش كاع، كي شغل ما خدمش. انا كنا في اجتماع، صدقيني بالله كنا في اجتماع، كان مدير التربيه مورايا وراه يسمع فيا، الوزير من هي يعطي في الاوامر ويعطي في التعليمات وهو مورانا، هذا واش راه يخلط، هذا واش راه يهدر، سبحان الله، هذا واش ورانا، ورانا احنا ما فهمناش. اسكو كاين وزير التربيه ومعاه الهيئه المركزيه تاعو، وكاين هيئه اخرى تحكم في مدراء التربيه، هذا عندهم وزير اخر يعطي لهم الاوامر. لكن ربما لماذا وزير التربيه لم يغير هذا المدراء؟ ماهيش سهله، ماهيش مباشره في ظرف 3 أشهر او 4 أشهر راح تغيري مدراء تربيه وتغيري الاخر، وشكون تجيبيه؟ قطاع التربيه في السد، المدراء محسوبين على وزير التربيه السابقه يعني على المغربين. شوفي اكثر من 40 مدير تربيه ما يصلحوش في القطاع، والله ما عندهم علاقه مع قضيه التربيه. اكثر من 40 مدير تربيه، كاين 50. والحمد لله وزاره التربيه راهي قامت مؤخرا بهيكله جديده وين دخلت 10 مدراء تربيه جداد. ولكن هذوك منتدبين، مديريه التربيه منتدبه على سبيل المثال في الصحراء وين كاين بعيد البعد ولا الاخر، مثلا كما في البليده خلقوا الاخرى في بينان مديريه التربيه منتدبه داروا مدير تربيه. هذا زادوا باش يوسعوا وباش يحلوا المشاكل، بصح حنا رانا نشوفوا المشاكل ما راهمش يتحلوا. وراه دور المفتشين، المفتشيه العامه وراه الدور تاعها ماهيش تقوم بالدور تاعها. المفتشيه العامه ماهيش تقوم بالدور تاعها، المفتشين تاع الاداره ماهمش يقوموا بالدور تاعهم. كيفاه سبحان الله اليوم ثاني الصباح مدير تاع متوسطه في وهران. مدير تاع متوسطه في وهران وين لقى السياره تاع المفتش. مفتش هذا مفتش. ويسكون دخل المؤسسة، دخل لقاها الأمس في الليل دخل المؤسسة وين دار مشاكل مع المفتش تاع الآخر، ويحوس يغلبوا في الآخر لاخاطش علاه عنده ناس يعرفهم والناس هذوك يسلكوه من المفتش هذا. نعم أستاذ تنزيل، أنا نعود بالحديث عن يعني عن الكتب المدرسية، هل في عندكم إحصائيات يعني عن عدد المدارس التي هي الآن في أزمة كتب؟ أكثر من 95% راهم خاصين الكتب، يعني اكثر من 95%. لا ما خصوش كل الكتب، يخصوه تاع مثلا سنه الامس في الليل في مكتبه دخلوا واحد 4 ولا 5 أولياء يحوسوا على كتاب تاع سنه ثالثه ابتدائي، كتب تاع سنه ثالثه ابتدائي ما كاش. لكن التلميذ اليوم هو مجبر على أنه يحضر الكتاب المدرسي، والمسؤولين عن القطاع ربما لم يقوموا بتوفير كل هذه الكتب المدرسية، يعني مسؤولية من؟ يعني مسؤولية مدراء التربية. أنا نحمل المسؤولية، أنا كرئيس منظمة وطنية لأولياء التلاميذ راني متيقن وحسب التقرير الموجود عندي، مدراء التربية هما اللي يتحملوا المسؤولية، هما لم يقوموا بالدور تاعهم الفعال، هما أعطوا تصريحات أو تقارير كاذبة لوزير التربية، غلطوا وزير التربية باللي كلش راه واجد، كلش راه في بلاستو، لم يقوموا بتكذيب رئيس الديوان تاع المطبوعات المدرسيه في الاجتماع وقالوا له لا احنا ما وصلناش، معناتها باللي راه موافقين على الكلام اللي قالوا رئيس الديوان تاع المطبوعات المدرسيه. وهذا يعني ما راحش يواسيه من المسؤوليه. ولكن مادام قال لك باللي كلش بيا، معناتها باللي الكتاب المدرسي راه موجود في المؤسسة التربوية. صارت حادثة لوزير التربية في عين صالح وين تلميذ خرج للوزير وتكلم معاه، الإعلام ما كانش يعني ما صوروش يعني كلش الآخر، تكلم معاه قال له واش خاصك؟ قال له احنا ما عندناش كتابات. الوزير خزر هكذا، خزر في مدير التربيه، مديريه التربيه ما تنجمش تجي من تمراس حتى لعين صالح، هذيك المسافه هذيك يوميا باش تراقب. ولكن وين راه المدير تاع المؤسسه؟
المدير تاع المؤسسه وين راه؟ اسكو الطالب بالكتاب المدرسي باش يلحقوه للمؤسسه؟ اسكو كاين لجان التفتيش بلخهم المفتشيات والاخر كاع باش يشوفوا الحل قبل ما يدخل الدخول المدرسي؟ احنا كمنظمه وطنيه احنا كنا اقترحنا اقتراح وما زلنا في الاقتراح هذاك، نفس الديوان الوطني للمطبوعات المدرسيه هو مؤسسه اقتصاديه ذات ارباح، دير نقاط تاع بيع في كل بلدية، دير نقطة بيع وانتهى المشكل، وطول السنة وهي تبيع في النقطة تاع البيع. يعني باش نحل الإشكالية نهائيا المقتصد ما يقولكش أنا ما نسربيش الكتاب مانيش خالص عليه. ربما في عجلة احنا نفصل ونعود لمواصلة النقاش. شفت هذه النقطة، هذه مهمة تاع المقتصد. المقتصد وين يقول أنا خاطيني أنا نورمالمون ما نسربيش الكتاب، أنا خاطيني ما نمدش الميل حتى 3000 دينار، أنا خاطيني واش دير؟ انت راك موظف عند الدولة في المؤسسة تخدم خدمتك. اكيد هذا هو المشكل. اكيد اكيد. اذا استاذ بنزين انا فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش، ابقوا معنا مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا. تحية مجددة لكم مشاهدينا، ونواصل معكم النقاش حول مشاكل قطاع التربية، حيث تظهر للعلن مع كل دخول مدرسي مشاكل عديدة تجبر الأولياء على منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة نظرا لوضعياتها الكارثية. نتابع هذه المشاهد مع تصريحات بعض أولياء التلاميذ ثم نعود للنقاش رفقة ضيفي في الأستوديو السيد علي بنزينة رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ لنتابع. اسينو سدنا القلا الدائره لا خطا اللي كلنا البونجي فلانا من انا كونتينينا قلنا تخمن شحال مي ثرس انا هدر نروح نخدم لي غراف ما لا كونتينا قلنا تخمن نكنين فات انا غرز ونفغيارا نقيمس خان الدراسة هذه منعزلة جاية في منطقة غابية، كاين حيوانات مفترسة، كاين حتى كما خنزير لا ذيوبة كلاب الضالة هذه. المدرسة هذه راهي في منعرج لهنا ممر لهنا، السيارات يفوتوا منها يعني بسرعة، نطلبوا من السلطات المحلية باش يديروا لنا ممهلات، لا يعني ما تشكلش خطر على الأولاد نتوعنا. أقسام دايرين أتاد أتد بلدي أتد الشكل خطر على التلاميذ، تدخل شاحنة ولا جرار ولا وقع مشكل في مدرسة سيدي عابد وين مقتلوا لهم الطفل الداخل، مات الطفل الداخل. صحيح. دازت لي واحد الكلبة متشردة كحلاء، بعد بغات تاكلني رجعت خفتها، كل ما تجيش بابا ما نجيش. الأمن غير موجود، حتى حارس ما فيهاش، راب علينا الصور راه بان الاولاد هذوك اللي مات ربي لا قتلهم، لو كان مات تلميذ ولا زوج كيفاش راح نديرو حنا؟ كي تصب النوي الاقسام النظريه كثر حنا نجيو نقراو يوليو حنا نوليو نسيقوا، وكيجي الريح الحيوط يتحركوا خافوا لا يريبوا علينا، وما كانش العساس باش يعسنا. إذن كما شاهدنا كانت للأسف هذه بعض المشاكل التي تعاني منها المدارس الجزائرية، ربما المدارس لازالت تعاني الإهمال والتسيب من طرف المسؤولين، يعني ما الذي يحدث في المدارس الجزائرية؟ شوفي أختي الكريمة، هي والله العظيم راكي شفتي هذه في منطقة داخلية أو منطقة صحراوية اللي راه صايع المشكل هذا في العاصمة، وراه كاين المشاكل هذو موجودين في العاصمة. هنا نديك المؤسسة التربوية تبع الولاية العاصمة وكاينين بالك أكثر من هذا الشيء، هذا معناتها كاين خلل، راه خلل موجود في التسيير تاع المؤسسات التربوية أو المنشآت تاع المؤسسات التربوية أو الصيانة تاع المؤسسات التربوية، معناتها بلي لازم نلقاو حل ليس بمجالس على مستوى البلديات أو المجالس تنصيب مجالس لتسيير المدارس الابتدائية على مستوى البلديات أو مديري الثانويات أو مديري المتوسطات هم يقوموا بتسيير الممتلكات أو المنشآت أو الأموال اللي مخصصة للشيء هذاك. احنا مقترحين ديوان وطني لتسيير الخدمات المدرسية. الديوان الوطني هذا باش يقوم، راح يقوم باربع اشياء: المنشآت المدرسية، تسيير المنشآت والصيانة تاعها، ثانيا
بيع الكتاب المدرسي والصحة المدرسية والنقل المدرسي هو يتكفل به، الإطعام المدرسي هو يتكفل به. هل يعقل باش مدير تاع مؤسسة تربوية ابتدائية يروح للبلدية باش يجيب هو يجيب لوجافيل ويجيب الأدوات تاع الصيانة وهو يخلي المؤسسة يخليها هاملة؟ نعطيك نقطة أخرى، نقطة أخرى أكثر مشي على هذه فقط، الاكتظاظ مثلا، المشكل تاع الاكتظاظ. نعم المشكل تاع الاكتظاظ راه كاين مشكل في الخريطه المدرسيه او التوزيع تاع التلاميذ تاع الاحياء، كيفاش يتوزعوا المدارس، هذه واحده. الثانيه على سبيل المثال مشكل في في, في سيدي بلعباس. في سيدي بلعباس ابتدائيه مغلقه، ابتدائيه مغلوقه، مغلوقه شفناها يعني فيها اقسام دينهم جمعيات داخل المؤسسة هذيك، دائما جمعيات تاع ذوي الاحتياجات الخاصة وما مش مستعملينهم، ومن جهة أخرى مكاتب تاع نقابة من النقابات تاع التربية، أقسام كومبلي، مؤسسة كومبلي، وقدامها متوسطة تعاني من الاكتظاظ 60 واحد 70 واحد. شكون يدير الحل؟ شكون ياخذ المسؤولية؟ اسكو مدير التربية؟ مدير التربية ما حبش ياخذ المسؤولية، هنا معناتها على مستوى المركزي لازم يحلوا الإشكالية. يعني الجهات الوصية غير قادرة على تسيير القطاع. البليدة العفرون، نتحدث عن الأمن، الأمن تاع المدرسة، تيا هذه يعقل بنتي 20 سنة في عمرها ولا 18 سنة تروح الثانوية في في مكان معزول؟ نعم نعم، بعيد عن السكان والأخرين، راهم محتاجين من يوم الدخول المدرسي، والأولياء محتاجين، جا لهم الوالي ما قدر يدخلهم، جا لهم جات مديرة التربية ما قدرت تدخلهم، لازم حل. التلاميذ عندهم 20 يوم ما قراوش في هذه المنطقة هذه، لازم وزارة التربية أو القائمين على التربية أو السكن ولا يلقاو حل في أقرب وقت لهذو الناس، هذو يديروا نقطة تاع 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 الشرطة ثم ولا يديروا تاع الدرك ولا يدبروا يسالهم كيفاش يلقاو لهم حل، لاخاطش الأولياء راهم يقولوا من المسافة من البيت حتى للمؤسسة الثانوية هذه ما كاش أمن، ما نقدروش نبعثوا حتى المدرسي غير متوفر في تلك الأماكن. هاي جاية الشتاء، هاي جاية الشتاء، وكي راها جاية الشتاء معناتها باللي الخمسة تولي ظلمة، الصباح الطفل باش يلحق على الثمانية يخرج في الظلمة، وباش تدخل بنتي أنا 16 سنة ولا 17 سنة تشوفيها مرأة تمشي في هذيك الطريق، أنا ما نقبلش أنا كوالي تلميذ، لازم تكون تخطيط من الأول، تخطيط كي يقول لك الاكتظاظ كذلك، مؤسسات نشوفهم مبنيين غير روتشوسي بريمير إيطاج طبق واحد، أنا ما تخليش هذاك الحديد خارج غدوة إن شاء الله كيولي عندك اكتظاظ تنجم تزيد فوقه طبق آخر، علاه؟ علاه هذا الشيء هذا ما يديروش التخطيط؟ حنا رانا نشوفوا المسؤولين القائمين على بناء المنشآت أو الآخر حتى وزارة السكن قبل ما تسلمي حي سكني جديد لازم تكون المتوسطة والابتدائية والثانوية موجودة ثم، حتى احنا كأولياء نطلبوا حتى المركز الثقافي ودار الشباب تكون موجودة ثم. أكيد كيف نسلم له سكن هاني سكنته برك، كيف سكنته برك؟ ومن بعد وين يروح يقرا وليده؟ أكيد السما تولي معركة أخرى، نضال آخر، الأب يولي ما يحوش على القوت اليومي تاعو، ما يحوش على كيفاش يدبر الدراهم تاع الكرا باش يخلص الكرا تاع السكن هذاك، يولي يحوش غير كيفاش يقري وليده ويبعثوا للمدرسة، وهذا الشيء اللي راه صاري دوكا، هذا الشيء احنا المجتمع ما نبنوش روحنا كأولياء أو الاقتصاد تاعنا نبنوه على المدرسة، لا لا، المدرسة نبنوها على الاقتصاد تاعنا. أكيد هذا هو اللي احنا اللي رانا نحوسوا عليه. ربما اكيد هذه المشاكل يعني كلها تتكرر سنويا مع بدايه كل دخول مدرسي نشهد نفس المشاكل، يعني هل المسؤولين على القطاع غير قادرين على تسيير قطاع التربيه؟ انا قلت لك في السابق انا ما ننجمش نحكم على وزير وليد القطاع على باله الخبايا تاع القطاع. جاء بدا يخدم لقى قنابل في كل مكان كاينه قنبله، كيما تاع المدارس العليا تاع الاساتذه، كيما تاع تاتي كيف وزير يعطي تعليمات، مدراء التربيه يقولوا تعاملوا مع الشركاء الاجتماعيين سواء نقابات سواء اولياء التلاميذ وهما الاساس تاع المنظومه التربويه، لاخاطش النقابه اللي هي الاستاذ او المدير او الاخر هو راح يمثل الزملاء تاعو، والولي التلميذ راح يمثل الاولياء اللي معاه. انت كيفاش تلقى الاخر على سبيل مثال في الولايه تاع شلف غير ما اسمع مدير التربيه انا قدامي الوزير هضر معاه بالهاتف قال له تخدم مع الاخر، ولكن يا للاسف
ما يحت... شوفي احنا باش ما نخسروش احنا نوجهوا الكلام تاعنا لرئيس الدولة. نعم. رئيس الدولة والوزير الأول. نعم. معظم مدراء التربية 40 واحد كاع فاتوا 60 سنة. وفاتوا 65 سنة. أسيدي يروحوا يخطونا ويخلونا يخلوا الناس الجدد اللي يخدموا. بالك يعطوا نفس جديد على القطاع، بالك يعطونا الآخر ويخلوا الوزير يخدم شوية حاجة واحدة أخرى، حاجة واحدة أخرى اللي تزيد تصلح. بالك كاش ما يديرنا كاش مشروع اللي يخرجنا من الأزمة تاع القطاع. ما يبقى ما نبقاوش يبقى يتبع الوزير يبقى يتبع. صراحة أنا عدت نحشم باش نقولوا المشاكل الصغيرة هذيك اللي راه صايرة في المؤسسات التربوية. ما ننجمش. على بالك حبك غاضني. شفتوا غاضني. غاضني تعرف شنو حبوا يغلبوه مدراء التربيه ما همش يطبقوا في التعليمات تاع وزير التربيه ما حبوش يطبقوهم ولا واحد فيهم خاصه في بعض الولايات من بينها شلف من بينها سيدي بلعباس من بينها عين تيموشنت سبحان الله ما حبوش يطبقوا الوزير يروح الوزير ما يروحش نعم الوزير ما يروحش انا ما يروح لاخاطر انا باقي ويجي وزير جديد نزيد انتوما لاخاطر علاه انتوما اللي راهم السبه في القطاع تاع التربيه اهمال قطاع التربيه انتوما انتوما من اجل خدمتي انا الولي تلميذ مع الابن نتاعي كيف تلقى مدير التربيه داير الحديد وسكر وما يستقبلش الناس باش يحلوا مشاكلهم كيف هاي صرات في المديه الاستاذه اللي حوست تنتحر وانقذوها في اخر لحظه علاه الظن الموجود داخل مديريات التربية الظن الموجود مدراء التربية دايرين إمبراطوريات لا مافيا داخل مدراء مديريات التربية لا مافيا من أجل مصالحهم الشخصية ما يهمهمش مصلحة التلميذ إلا القليل اللي رهمهم مصلحة التلميذ الباقي مدراء التربية صبحوا دايرين إمبراطوريات على مستوى مديريات التربية غالقين البيبان في وجوه الأولياء غالقينها في وجوه الشركاء الاجتماعيين غالقينها في وجوه المدراء المؤسسة التربوية في سكيكدا مؤسسة تربوية أعرق مؤسسة تربوية تبنات في سنة 1920 ولا في شنو مدير المؤسسة يكتب المدير التربية باش يصح يدير له الصيانة للمؤسسة هذيك لاخاطش مؤسسة شغل تاريخ هذه المؤسسة مدير التربية يقول له اشرح لي فيها خلينا منها نريبوها كيفاش تريبها؟ تريب التاريخ تاع الجزائر؟ انت ما تريبش التاريخ تاع الجزائر يا اخي الكريم انت اللي تحمي التاريخ تاع الجزائر انت اللي تحوس على حاجه اللي تكون قيمه كما هذه لافالور تاعها عندها لافالور باش توريها للابن تاعي باش الابن تاعي يفرح يقول لك اطارات الدوله اطارات كذا خرجت من المدرسه هذه اللي راها الاخر يعني هذا الشيء احنا اللي حبيناه نقولوا نوصلوه لازم رئيس الدوله ياخذ قرار نعم مدراء التربية ما يصلحوش للتربية مدراء التربية ما يصلحوش للتربية ونتحدى أي واحد وعندنا تقارير اللي تثبت ذلك نعم ربما الأستاذ بنزينة نروح نشوف مشاهد أخرى لبعض المدارس في ولاية شلف ثم نعود لاستكمال النقاش لنتابع أي أي شوف حسين شوف هذا ما يجري في مدينة وتشلي وهذا ما يجري في مدينة وتشلي يا سيد والي وين شلف نطلب من السلطات المحلية والسلطات المعنية أن تتدخل في أقرب وقت يا سيد والي وين شلف نطلب منك التدخل لنقل براعم هذا الحي لنقل ويا سيد والي وين شلف تدخل يا سيد ولاية شلف نطلب منك تدخل لنقل لتشوف بعينك باش تشوف بعينك يا سيد الوالي أن هذا البراعم في خطر يا سيد والي وين شلف يا السلطات المحلية أين أنت أنت غائبة جدا تدخلوا أين أنتم يا السلطات المحلية إذن أستاذ بنزينة كما كنا نتابع يعني ربما مشاهد نأسف لها لما آلت إليه
وضعية التلاميذ أو مشاكلهم التي كثرت ربما مع الدخول المدرسي؟ والله احنا في الحقة مشاهد كما هذه احنا كما يقول لك يعجز اللسان على التعبير. أبنائنا يقطعوا في طريق السيارة مباشرة يعني، وخاصة في الولاية تاع شلف يعني، الولاية اللي راها كما يقول لك في ركوض في قطاع التربية، في ركوض كان في قطاع التربية، مشاكل بالجملة موجودة. والمسؤول الأول على القطاع ما هموش مصلحة الأبناء نتاعنا. هذا الشيء احنا نطلبه من الوالي تاع الولاية او رئيس البلدية تاع المنطقة هذيك، هما يبني مدرسة في الكوتي اللي يعني كاين السكان، ما يبنيش مدرسة بعيدة على السكان وين يقطعوا الطريق ولا كش ما يصرى حادث. الأولياء ما يبقاوش يوميا من الصباح حتى العشية هما قاعدين مع الأبناء نتاعهم في رطول الثما يعسوا فيهم باش يقطعوهم. هذا شيء خطير، هذا هو الشيء المطلوب من المسؤول. المسؤول يسأل على الأعمال تاعو، وليس أكيد. المسؤول من أجل المنظرة والمكتب ومش عكفة والسيارة الفخمة والزافير ومش عكفة ويدخل في المطاعم الفخمة والأخر. هذا ما هوش مسؤول. المسؤول لازم من أجل مصلحة المجتمع، من أجل بناء مجتمع صالح صحيح، من أجل بناء الدولة. هذه الدولة تبنى بالمدرسة، ولا كانت المدرسة فيها خلل هنا معناتها باللي كاين خلل في المنظومة المجتمعية. المنظومة المجتمعية لاخاطش مدير التربية هو كبير، راه عنصر من العناصر تاع المجتمع، لكن ما يخدمش خدمته، راه كما يقول لك ما يصلحش. هذاك يخرج من المجتمع بأكمله، ما يتحملش مسؤولية أخرى في مديرية أخرى وين يزيد يضيع على الأبناء نتاعنا في ولاية أخرى. نعم، ربما كلمة أخيرة أستاذ علي بن زينة توجهها لمدراء التربية والقائمين على القطاع ككل. احنا نتمناو ان شاء الله يعدل الاحوال، ان شاء الله المدرسة تاعنا كما يقول لك نعودوا نفتخروا بها. احنا ماذا بينا كأولياء ما نزيدوش نهضروا على المشاكل هذه اللي راها دائما موجودة. صح الاكتظاظ مشكل ما راحش يقضي عليه الوزير الحالي، لاخاطش علاه هذه قنبله موقوته من 5 سنوات او 6 سنوات ما تبناتش. رانا شفنا حوالي 650 مؤسسه استلمها في هذه السنه بالجري تاعو هذيك في العطله باش يستلم هذوك المؤسسه باش يخفف الاكتظاظ. على كل حال احنا نشكروا قناه البلاد اللي دائما تعيطنا في المواضيع هذو المهمه جدا، اللي كما يقول لك ترفع عن باش احنا باش نزيدوا نرفعوا المعنويات تاعنا، هكذا كي نفرغوا واش كاين في قلبنا كأولياء او كتنظيمات، ومن اجل المصلحه تاع الابن تاعنا ومن اجل المصلحه تاع المجتمع الجزائري باكمله. وشكرا لك انت على تلبيه الدعوه. شكرا لك اذا استاذ علي بن زينة رئيس المنظمه الوطنيه لاولياء التلاميذ، شكرا لك مره اخرى. شكرا اختي. اذا مشاهدينا نواصل معكم هذا البث المباشر لغرفه الاخبار، والان نترككم في جولة لمتفرقات من العالم في فقرة بدون تعليق.
عودة مجددة لكم مشاهدين لاستكمال بقية فقرات غرفة الأخبار، والآن نمر وإياكم إلى الفقرة الرياضية مع الزميل محمد الأمين بالغدوش. صباحك سعيد أمين. صباح الخير زميلتي نزيهة، أهلا بك وبمشاهدين الكرام، تحية رياضية. مشاهدين الكرام، البداية بالحدث، حيث تعقد بعد دقائق من الآن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الجمعية العامة الاستثنائية بالمركز التقني لسيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية، أين سيتم من خلالها النظر والمصادقة على الصيغة الجديدة لهرم كرة القدم الجزائرية. وقالت الفاف في وقت سابق عبر بيان لها أن الجمعية سيتم فيها المصادقة على إنشاء نظام منافسة جديد للبطولة الوطنية، والذي سيطبق موسم مع بداية كل موسم رياضي، وذلك بعد التعرف على عدد الأندية المشاركة في موسم 2020-2021. مشاهدينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل، نعم، أو في ولمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام، نربط الاتصال بمبعوث قناة البلاد إلى مركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات الوطنية محمد أمين فغير. أهلا بك أمين. أهلا بك. أهلا بك أمين، ما الجديد عندك أمين؟ السيد عمر بهلول، راك معنا في قناة البلاد مباشرة. إذا كنت تتحدث لنا عن الصيغتين هذوما راح يتحدث عليهم معنا بعد 5 دقائق، ستنطلق الجمعية العامة هذه الاستثنائية. طبعا الصيغتين معروفة لدى الجميع، وكان عليها حتى معلومات كثيرة على مستوى الإعلام، أن الصيغتين الصيغة الأولى 18 فريق محترف أول والثاني 18 فريق محترف ثاني، وطبعا 6 أفواج في القسم الهوات و 6 أفواج في القسم الرابط. أما الصيغة الثانية اللي عليها إجماع هي 18 فريق في المحترف الأول، وقسم الثاني هو 16 فريق بفوجين وستة أقسام لهوات. هذا طبعا، وأعتقد بأن الجمعية العامة ستدور في جو يعني رياضي، جو خوي، لأن مصلحة كرة القدم هي اللي تفوت على كل الأشياء، والجميع راه واعي بما، لأن الحمد لله مهما حدث، مهما ملف حساس، نهود به إلى الجمعية العامة. الجمعية العامة هي الحرة اللي تقرر فيما يخص مسير كرة القدم، وهذه أصبحت تقاليد وأصبحت يعني مسيرة الأمام لكرة القدم. هذا هو الشيء اللي نتعاملوا به درك، لازم التواصل، لازم المشاركة على القاعدة الحقيقية في قرارات كبيرة تهم كرة القدم. يعني الظن باللي راح يتم مصادقة على، طبعا بإن شاء الله ستتم المصادقة بالأغلبية ساحقة. شكرا يعطيك الصحة. محمد أمين فغير، مبعوث قناة البلاد إلى سيدي موسى، والشكر موصول أيضا لعضو المكتب الفيدرالي للفاف عمار بهلول. تكملة لأخبارنا الرياضية مشاهدينا الكرام، كشفت تقارير صحفية كولومبية أن الاتحاد المحلي لكرة القدم وافق على العرض الذي تلقاه من نظيره الجزائري لخوض مواجهة ودية بين المنتخبين الجزائري والكولومبي في فترة التوقف الدولي شهر أكتوبر المقبل. وقالت إذاعة راديو كاراكول الكولومبية أن الاتحاد الكولومبي اتفق على كافة التفاصيل المتعلقة بمكان وموعد إجراء المباراة، حيث وقع اختيارهما على ملعب بيير موروا الواقع بمدينة ليل الفرنسية. في أخبار محترفين، كشفت اليوم مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن التشكيلة المثالية للجولة 5 من الدوري الفرنسي الليغ آ، والتي ضمت الدولي الجزائري أندي ديلور مهاجم نابولي أو مونبولييه الفرنسي، والذي تألق في هذه الجولة أمام نيس، وتمكن من تسجيل هدف ومنح زميله تمريرة حاسمة. وعنونت المجلة الفرنسية فرانس فوتبول: عندما يتألق ديلور. في خبر آخر، كشف الطاقم الفني للمنتخب الأول عن قائمة منتخب المحليين، والتي تضم 24 لاعبا تحسبا لمواجهة المغرب هذا السبت في إطار تصفيات الشان. المباراة ستقام على ملعب مصطفى تشاكر، وشهدت القائمة تواجد أبرز اللاعبين في البطولة الجزائرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هاجر حيدوسي.
قائمة المنتخب الوطني للمحليين الخاصة بلقائي المغرب التأهيليان إلى بطولة أمم إفريقيا 2020 بالكاميرون أثارت جدلا واسعا في الوسط الكروي، والإعلان عنها جاء في الوقت البدل الضائع، فلا مباريات ودية أجريت ولا مسؤول يشرف على تربص المحليين، كل هذا في ظل غياب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. فهل من المعقول أن يقود المنتخب نفسه بنفسه للتأهل إلى بطولة أمم إفريقيا للمحليين؟ حاليين. استدعاء أسماء وغياب أخرى فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول من ضبط القائمة وحول من سيضبط التشكيلة، فقائمة المحليين عرفت تواجد لاعبين يعانون من نقص المنافسة في صورة حارس أهل برج بوعريريش حلفاية، ومنهم من شارك في دقائق معدودات، ومنهم من تراجع مستواه وآخرون تم الاستعانة بهم بالرغم من الوجه الشاحب الذي أظهروه مع المنتخب الأولمبي. اولا ان كان بعض اللاعبين ربما ما عندهمش وقت لعب كثير، وكان بعض اللاعبين اللي رانا في الجوله ربما تلعب الجوله الخامسه للرابطه الاولى عندهم وقت زمني مقبول لي باش يكونوا في القائمه، لهذا المفارقه ان كيفاش يكون لاعب ما ربما كان في الاحتياط في النادي تاعو ثم يستدعى الى المنتخب المحلي اللي عنده مباراة يوم 21. تنشدوا اللاعبين اللي ما عندهمش وقت زمني كافي يكون عندهم جاهزية تامة باش يلعبوا مباراة بالأهمية. في المقابل من ذلك تغاضى الجهاز الفني عن عناصر تصنع شهدا لها بالتألق مع أنديتها على غير المدافع الحمراوي مصمودي ولاعب وسط ميدان اتحاد العاصمة بن خليفة. يحدث هذا في وقت يتواجد المدرب الفرنسي باتيلي في بلاده وأنب عنه الجهاز الفني الخاص بالمدرب الوطني جمال بلماضي. اللامبالاة وغياب الاحترافية في تسيير شؤون الاتحادية يترك الانطباع بأن القائمين على أكبر هيئة كروية لا تهمهم سوى نتائج الفريق الأول، بينما بقية المنتخبات الأخرى تعاني التهميش ما قد يؤثر على المحليين في الاستحقاقات القادمة. أن في الأسابيع الماضية تكلموا على أن باتيلي هو من سيشرف على المنتخب المحليين في هذه المباراة، ربما تغيرت بعض المعطيات ما عدناش حنايا كيف تغيرت هذه الأمور، لكن احنا على العموم احنا اللي يهمنا هو هل حق المنتخب الوطني المحلي له الامكانيات والقدرات باش يتجاوز المنتخب المغربي. فهل سيسير المنتخب المحلي على خطى المنتخب الاولمبي ويقصى من المنافسة، ام ان ارادة اللاعبين ستصنع الفارق، خاصة ان سياسة البريكولاج اخلطت الاوراق ليبقى المنتخب الاول الشجرة التي تحجب الغابة. كان هذا مشاهدينا الكرام خير خبر من فقرة الرياضة لغرفة الأخبار، شكرا لكم على المتابعة، عودة إليك يا زميلة نسيها. شكرا لك أمين. أخوان. ونواصل معكم بقية الفقرات، والآن إلى فقرة نصيحة وموضوع التغذية المفيدة لتلاميذ المدارس لنتابع وإياكم. ما هي التغذية المفيدة لتلاميذ المدارس؟ الآن حين نتكلم على مرحلة أساسية اللي ترهن المستقبل الصحي والجسدي تاع الطفل ولا الطفلة، كي نقولوا طفل ولا الطفلة، هي المرحلة تاع المدرسة. المرحلة تاع المدرسة راكي عارفه هذاك الوقت كما قلت لك حتى ال 21 سنة الطفل ولا الطفلة راهي في النمو، راي في النمو، وبالاخص الاحتياجات تاعها زادوا، لان هذاك الطفل ولا هذاك التلميذ راهو يزغد وراهو يدير جهود باه يكسب معلومات علميه ويتبع وراهو يتعب، راهو ينوض بكري. يعني النوم هذا نسيناه، النوم عنده اهميه اكثر من التغذيه، النوم اكثر من التغذيه، لأن يقول لك كي دور ديني اللي يرقد كلي يتعشى كلي كلا، النوم عنده دور كبير، ولكن الطفل رغم اللي هو أنه في النوم يعني يستحق عنده احتياجات وطاقة يستحق كثير، راهو يلزم ذاته لبعض الجهود اللي بفيه يعيوه. أولا المرحلة تاع المدرسة
مام ثانوية ولا الثانوية ولا متوسط عندها أهمية كبيرة. لهذا الشأن لازمنا نديروا المطاعم المدرسية اللي للأسف رانا فارغ كبير، ماشي من هبة ودبة يقول لك مطعم مدرسي ولا مطعم جامعي. المطعم المدرسي ولا المطعم الجامعي ماشي يعني هذه قضية ملفات وقضية ميزانيات وقع، لا مرحلة أساسية في الصحة. إذا نعطيو برنامج غذائي سليم للطفل راهو كي يكبر راهو يتفادى الأمراض كما مرض السكري كما ارتفاع الضغط الدموي، لا يتكلفنا أموال أكثر من اللي نصرفوهم على راكي تشوفي بأن نظرة شمالية في المدرسة في المطعم المدرسي لازم. والحمد لله الجزائر عندها مختصين في التغذية يوجدوا وجبات، ماشي نديروا مطعم مدرسي نجيبوا واحد كان يخدم في كاش مطعم شعبي هكا. قضية مش قضية دائما يوميا العدس واللوبيا، لا، نقول بأن العدس واللوبيا ضرورية للطفل، ولكن يكون في البرنامج الغذائي تنوع. وين مثلا فرصة به نعلم الطفل يوالف يأكل الخضر والفواكه. لماذا نركزوا إلا وفقط، نعطيك مثال على الياورت هذاك اللي الدراري يحبوه، ولكن ولفناهم ربيناهم عمرنا لهم دماغهم بالواش يشوفوا في الإشهار. مثلا نجيبوا ياورت ناتير اللي ضروري ونجيبوا مع فواكه بالأخص مثلا الآن كاين تشينا أونورا ياورت أو الأورانج ولا هذه اللي البنان راهو نهار غالي نهار رخيص، ولكن نجمو راكي تشوفي كيفاه. وثانيا نعطيوهم يوميا الفواكه، لماذا ننسى الا نجيبوا قرعه تاع غازوز ولا قرعه تاع جيتفي ولا هذوك لي باكاجينغ هذوك لي العلبات هذوك تاع جيتفري يوميا كل ما نشوفه. ثانيا نعلموهم ونوفوهم يشربوا الماء، لان الاطفال لازمنا نعلموهم يشربوا الماء ننجموا مثلا نعطيوهم عصير الماء بالقارص ان سيترون هذا راك شوفي كيف نغيره. واللحوم ضروريه وحده لحوم اتونسيون تكون طازجه تكون مضمونه من ناحيه السلامه تاع المواد، ماشي هذه كي نديروا مطعم مدرسي لازم يكون مطعم قريب كي تاع فندق. ايه نقولها يكون كي تاع فندق وين نخزنوا والناس عندهم كفاءه، لان واش راكي راح توكلي راكي حتضمني المستقبل والذكاء تاع الاطفال. هذه لما واش كاين الان يا للاسف عندنا الأطفال ما كانش في المدرسة ولكن في المحيط تاع المدرسة عندنا البيتزيريا عندنا الأكل الخفيف. الأكل الخفيف لخصو فريت أوملات، يا جماعة أنا قاعدين هكا واش من فريت أوملات خطيرة ومن بعد تقولي السمنة من بعد. مثلا حاجة أخرى، ارفدي الكاميرا وروحي ضربي دارا الصباح قبل الدخول الأطفال قاع ينزلوا من السيارات ولا لما يكونوا يمشيوا على رجليهم شادين هذيك العلبة تاع الجيت فري. لماذا ما نولفوهمش ونديروا في الحقيبة تاعهم نديروا أثناء لا ريكرياسيون نعلموهم نديروا فواكه، نديروا حبة تفاح نديروا حبة بنان نديروا عدة زروذية اللي يجي نولفوا روحنا لي جو دو كاروت سي تري امبورطون. نعطيك مثال في فرنسا في المدارس كانوا دايرين لهم هذوك الخزاين اللي ديري 1000 فرنك ولا 5000 ولا تخرج لك مشروبه سكريه في فرنسا في مضرب في ولكن يعمروها كاع بالمشروبات السكريه يديروا فيها بعض الفواكه. الطفل ينجم يروح يدير هذيك 5000 ولا ويخرج حبه تاع التفاح يخرج حبه فاكهه. راكي تشوفي القضيه والاهتمام والإشكالية ما رهيش في المعطيات العلمية واش لازم الأطفال يأكلوا. ضروري راهي ندق الجرس لازمنا نطبقوا هذه المعلومات في الميدان. حاجة أخرى
لازم الصحة العمومية لا سانتي بيبليك توقف مع الأمهات، ماشي بصفة لا نهضرلك في الميدان. مثلا الطبيب، لماذا الطبيب تاع المصلحة الصحية تاع هذيك الحومة لماذا ما يكونش مع الصباح على الدخلة تاع الأطفال؟ هاي الاقتراح في الدخلة، في البورتاي الدخلة تاع الأطفال بلبسته بلا بلوز مثلا، يقبض الدراري يقول له هذا الجي اللي راك تشربه ماشي مليح، هاك حبة تفاح، هاك حبة مندارين، هاك حبة تشينا. يعني هذه نجمو نخمو للميزانية مع البلدية مع الجمعية الخيرية مع الناس اللي يديروا الخير، ولكن لازم نروحوا للميدان. كي نقول أنا دراري لازم يأكلوا الخضر والفواكه، لازمنا نكونوا في الدخلة تاع المدرسة، لازمنا نكونوا موجودين، الطبيب يكون موجود. مشاهدينا كما تابعنا وإياكم كانت هذه بعض النصائح للتغذية المفيدة لتلاميذي المدارس، والآن نواصل معكم بقية الفقرات، والآن إلى فقرة معالم سياحية وبالضبط إلى ولاية عين تيموشنت. ضريح سيفاكس قبلة الباحثين عن آثار مملكة نوميديا، لنتابع. منطقة سيغا الأثرية، وهي المدينة اللي اتخذها الملك سيفاكس، اختارها كعاصمة للمملكة النوميدية الغربية أو مملكة الماسايسي، اللي كانت تمتد من واد ملوية حتى واد الكبير. واد الكبير يعني حدود تاع القل وسكيكدا، يعني تلت شمال الجزائر من الشرق المغربي. هذه المدينة هي في الحقيقة تأسست، يعني تاريخيا تأسست في القرن الرابع قبل الميلاد، حيث أن عندنا شهادة تاع واحد البحار إغريقي يدعى بسكيلاكس، اللي جاب المنطقة وذكر وجود سيغا في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد، وقال لي باللي سيغا هي على النهر، نهر يحمل نفس الاسم، يعني هاد واد تافنا كان يسمى بسيغا، وهي مقابلة لجزيرة أكرا اللي هي حاليا جزيرة رشكول. منطقة بني غنام بمنطقة والهاصة قدروا نقولوا في دائرة بنيصاب، احنا رانا في اعلى ربط السخونة، احنا على حوالي 220 متر على سطح البحر في الجهة اليسارية لواد تافنا، يعني وهنا بهذا يعني الموقع رانا نطلو على مدينة سيغا الأثرية، وهذا يسمى سكان المنطقة يسميوه بكركار العرايس، كان هذا هو التسمية المحلية تاعه على كركار العرايس، باسكو هاد الحجر اللي كنت تشوفوهم كانوا مغطيين المعلم، كانوا طايرين على المعلم، وكانت العادة بكري كانوا النساء من يبغيو يعني يتزوجوا يجيو يدوروا على هاد الكركار تاع الحجر، كانت العادة هاك، اللي هو في الأصل هو معلم أثري، هو ضريح بناه مثل باقي الأضرحة المتواجدة على شمال إفريقيا، بناه يعني الملوك الأمازيغ تاع هذاك الوقت، يعني بداية من القرن الرابع الثالث قبل الميلاد ظهروا الممالك البربرية بين قوسين وحنا نقولوا الأمازيغية، وبناوا عدة أضرحة. هما هاد الأضرحة كاين نوعين، كاين الأضرحة اللي تجي على شكل دائري، دائرية،
وكان الأضرحة اللي تجي ما يسمى بالأضرحة البرجية اللي تجي على شكل برج. هذا الضريح هو من بين الأضرحة البرجية، يعني جاي على شكل برج. الطول تاع حسب الدراسات التي قام بها العالم عالم المعمار راكوب، هذا ألماني جاء في 77 في البعثة الجزائرية الألمانية التي كان يرأسها السيد بوشناقي منير، جاءوا هنا في 77 دار لهذا راكوب دراسة، وحسب هاد يعني الحجارة اللي رانا نشوفوها قال لك ربما البرج هذا كان يعلو 30 متر حوالي 30 متر. أما البناية الداخلية فهي مكونة من غرف جنائزية، وهذا التعدد تاع الغرف الجنائزية يوحي أنه يعني كان لكل عائلة الملكة، يعني سيتان طومبو ديناستي كان يعني كان يستعمل لكل عائلة. بينما كي نسمعوا مثلا كن نروحوا مثلا السمعة الخروب فيه غرفة جنائزية واحدة جاية تحت المبنى. هذا الغرف كانت تستعمل يعني للحاجة. هو أولا ضريح كما قلنا عائلي، فيه ثلاثة تاع المداخل، وفيه 10 تاع الغرف الجنائزية، دونك ما يقدش يكون غير تاع واحد. وثانيا نعرفوا لي بلي تاريخيا الملك سيفاكس مات في المنفى، مات في روما، يعني هو من خسر الحرب ضد الرومان راح ويعني تم نفيه الى دونك هو الملك سيفاكس ماشي ما مدفونش هنا. هذه يعني تاريخيا ربما ابنه فيرمينا، باسكو كاين خلفه ولده معروف ثاني في التاريخ اسمه فيرمينا، ربما فيرمينا مدفون هنا وباقي العائله الملكيه اللي كانت يعني متواجده في قصر سيكا. تعاقبت عليها عديد الحضارات التاريخية انت كان لها خصوصياتها التي ميزتها عن باقي الولايات. نذكر على سبيل المثال عاصمة المملكة النوميدية سيكا، وكذلك الضريح الملكي، كذلك عديد المدن الرومانية التي كانت منتشرة عبر مختلف مناطق الولاية. المسكوكات أو العملات النقدية للملك سيفاكس التي كانت أول عملة لملك نوميدي في سكة في الجزائر، أي أنها أقدم عملة الدولة في الجزائر. هذه العملة التي نراها أمامنا هنا والتي رأيناها كذلك متواجدة هنا في قاعة العرض المتحفية تتقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي مجموعة أقدم، ويرجح العلماء أن تكون سكت قبل 213 قبل الميلاد. أما في العملة الثانية أي كما فسره العلماء أي بعد 213 قام سيفاكس كذلك بتغيير وجه وظهر هذه العملة، والتي كان فيها تقليد للملوك الهندستيين. أول من سك العملة وكتب عليها سيفاكس ملك. الحجم يعني بلاصه يعني هايل. تشوفي ترجع للدور وتشوفي كيفاش يعني واش كان في بلادنا واش عقب على بلادنا. وكيقولوا بلادنا قاره، بصح صدق يقولوا قاره، بس كل ولايه كل يعني منطقه في الجزائر فيها يعني حاجات من التاريخ، وخساره يعني ما نعرفوهمش، بس كيما احنا هذا وين سمعنا بالمنطقه هذه وهذا الحقبه التاريخيه وهذا التاريخ تاعنا. ونظن ان كانوا منبهرين بالمكان و تري تري زيميرفي
Et c'est, il ne s'attendait pas, c'est un personnage de Sifax, c'est un personnage qu'il ne connaissait pas, le royaume de Sifax, mais à force, c'est gamin à Fouhash, on donne des forces à Fouhash, Inch'Allah, il s'est dit qu'on fait ça, ou il s'est dit le sophonisme, ou il s'est dit qu'il y a une vie de Sifax, il peut être réjoui entre les deux grands généraux de l'époque, les deux grands empires, l'empire تاع روم اللي كان فيها سيبيون سيبيون الافريكان وجمع هازدروبال في مكان كيما هذا اللي حاليا كي تشوفوا هكا ما كان حتى انتراس دو سيفيليزاسيون اي بورتون الى بي راسومبلي ا بي ريونير لي دو غران جينيرو تاع لي دو غران امبير تاع ليبوك اي كوم ا لا كوتومي On sort ensemble pour aller visiter des lieux. Cette fois-ci, c'est un lieu que nous n'avons jamais entendu parler auparavant. Il date de l'année 220 avant le millénaire. Malheureusement, on n'entend pas parler de ce genre. D'époque, ni les personnes qui ont fait l'histoire pendant cette époque. Je suis d'avis pour que des endroits pareils deviennent connus par le public, peut-être même les enseigner à l'école, pour qu'on connaisse un peu mieux notre culture, notre civilisation. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عدد اليوم من غرفة الأخبار. نشكر كل من الطاقم الصحفي والتقني الذي أشرف على خدمتكم طيلة هذه الصبيحة، ونشكركم أنتم أيضا على كرم الإصغاء والمتابعة، ويلقاكم الزميل الأمين بالغدوش بعد دقائق في بث مباشر حول أشغال الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بسيدي موسى. إذن إلى أن ألقاكم دمتم بخير.